السيد وزير الشباب والرياضة بتقديم شهادة التقدير من الوزارة للطالبة مريم أحمد بيومي وكذا درع الوزارة. يا عم انت اللي ماسك تليفوني. وجائزة تشجيعية مالية رمزية للطالبة مريم. قمت بمشروع استخراج الذهب من طمي السد العالي للمسابقة الدولية للمخترعين والعلماء الصغار بإندونيسيا، وبفضل من الله تم قبول مشروعي وتم ترشيحي، وكنت المرشحة الوحيدة من مصر والوطن العربي، والحمد لله حصلت على 3 ميداليات، ميدالية ذهبية من AYISI وأخرى من وايفا وميدالية فضية من IYIA وشهادة تقدير من اللجنة الكندية للمخترعين. كما تسلمت السفارة المصرية في جاكرتا درعا مشاركة مصر المتميزة في المسابقة، وتسلمه سيادة السفير بهاء دسوقي. قمت بعدة تجارب لتأكيد فكرتي ووفقني الله والحمد لله. كما أنه في أثناء بحثي وجدت أبحاث تؤكد أن هذا الطن يحتوي على نسبة عالية من الذهب. ألف مبروك ليكي وألف مبروك لينا، كلنا فخورين ليكي. ويسعدني الحقيقة إن أنتي تشرفينا في بنك مصر وإن إحنا نكرمك في بنك مصر. إحنا كل سنة إحنا بنكرم أوائل الثانوية العامة دايما، وبنديها لهم هدية دفتر توفير في مبلغ 10,000 جنيه. فيسعدنا إن إحنا نملك التدين ده في بنك مصر. عملت اختراع عن فلخلة الطمي واستخراج الذهب من طمي السد العالي، وانا الفكره جت لي لما وسائل الاعلام طلعتنا طبعا بسد النهضه اللي كلنا عارفينه، وكنت عايزه اعرف هو ايه التهديدات لينا او ايه الخطر اللي ممكن يحصل. وفوجئت طبعا بالمشكله الخطيره وهي تراكم الطمي عندنا في السد العالي.